بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا بنشكركم من هذا الصحف الإعلامية على مدية الدعوة لهذه المنظمة الصحفية اللي قررنا حنا كمجلس جهة مراكشية سفينة عبد الله. وغادي ناخذوا عندنا إن شاء الله عادة قليل، لأن كل ست شهور نديروا الوصف اللي كنديروا فيه اجتماع ديال على مكتب رؤساء اللجان رؤساء الفرق المهم ديال رؤساء اللجان، كنديروا الحصيلة ديال ست شهور وكنعرضوها على المنابر الصحفية من أجل أنهم يتبعوا معنا ما تقوم به جهات مراكش الإسبوع. هذه هي أول مدة صحفية أنا نعطيكم إنجازات اللي دارت هذه المدة ديال ست شهور. تصوروا إلا فتحوا لا كاين شي استفادة توضيحات جاوبوا. اليوم عقدنا ندوة صحفية من اجل نعطوا البرنامج اللي انجزناه في هذه الست شهور، نعرفوا الراي العام الجهوي ما تم انجازه في هذه الفتره ديال الست شهور، ونعطوا البرامج المستقبليه اللي كانت قبلها. وخدينا على عاتقنا هذه العاده غادي نديروها ان شاء الله كل ست شهور سيتم عرض ما تم انجازه. قبل في الصباح تلاقينا مع الساده النواب ديال رئيس الجهه ورؤساء اللجان والنواب ديالهم ورؤساء الفرق، اعطيناهم الحصيله كذلك الاطلاع عليها ما تم انجازه وما تم سيتم انجازه في الايام المقبله، حتى يتم الاطلاع الجميع يبقوا على درايه وتتبعوا معنا، وكذلك نسمعوا الصحفيين المنابر الاعلاميه الاسئله ديالها ويعطونا تطلعات ولا تساؤلات اللي كيتسال الشارع ديال جهه مراكش السفلي. كاين هناك استراتيجيه مهمه للمياه، كاين جوج الاشياء، كاين الاتفاقيه اللي عقدنا مع وزاره التجهيز للمبلغ ديالها ديال 522 مليون ديال الدرهم، واللي كاين بزاف المحاور، وكاين ما يتم انجازه الجهه اللي كتم حفر الابار وتجهيز ديال لي شاطو والربط ديالها، زياده على بناء سدود تليه وسياده على كنفكروا حنا كجهه في تحليه المياه ديال الماء البحر في اقليم الصويره، وسيتم انجاز وحده في اسفي، وهذه غتنجزها المكتب الشهري في الفوسفات مع وزاره ديال التجهيز. الاتفاقيه اللي فيها 522 مليون ديال الدرهم فيها عده المحاور، من بينها بناء جوج ديال السدود، واحد في اقليم شيشاوه واحد في الحوز، والجهه حنا غنتكلفوا ببناء 16 سد تلي في الجهه، وكتشمل جميع الاقاليم ديال الجهه. وشكرا لكم.